فعارف يا كابتن ايه تعبتني قوي يعني، ده اللي يعني لحد دلوقتي انا مش يعني مش عايز اكذب عليك، انا زعلان من سمير زاهر، زعلان قوي. ما كانش ينفع يعني ايه، ما كانش ينفع تمنعني، وما كانش ينفع اشترينا الدوري تقول لا، ولا اشترينا الكاس تقول لا، وما كانش يمنع ينفع تقول لي ناس حرضت، وما كانش ينفع تقول لي ناس كبار قالوا ما تطلعش على الشاشه، وما كانش ينفع تبلغ النائب العام، ما كانش ينفع انه يطلع ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك يقول لك الجرزان وتسعى للصلح، وانا اطلع اقول معلومه وقلت ان المعلومه دي كانت مضلله، واعتذر لك في مصر النهارده مع خير رمضان، واعتذر لك في 48 ساعه مع سيد علي، واكلم قيادات الامن واكلم ناس، وموضوع يتم احتوائه ويتحط في حجمه بعد 24 ساعه، تعمل اجتماع مجلس اداره بعد 24 ساعه، ترفض اعتذار احمد شوبير بعد 24 ساعه، تروح لسياده النائب العام بعد 24 ساعه، تروح تدلي باقوالك وكان احمد شوبير عدو. فبالتاكيد من جوايا زعلان، غضبان، متضايق، لانه ما فعلته وما قدمته مع سمير زاهر كثير جدا. انا كنت بحكي لك في الفاصل وانا بحكي بمنتهى الوضوح انه قيادات كبيره جدا في الاهرام في الانتخابات الاولى جابتني وقعدتني قالت لي هتساند فلان، قلت لهم هساند سمير زاهر، قالوا لا احنا عايزين فلان، قلت لهم عايز انا سمير زاهر، يا اما مش هخش الانتخابات لان انا اديت كلمه لسمير زاهر. وقابلت الكابتن سمير زاهر في نادي الصيد، قلت له يا كابتن انا بتعرض لضغوط رهيبه جدا، فانا حضرتك انا مش داخل الانتخابات، قال لي انا مش داخل الانتخابات، وكان حزين جدا، قلت له لا كابتن انا معاك مكمل معاك الانتخابات للاخر. واخدت على عاتقي كابتن سمير زاهر وحازم الهواري اللي هو كان الاكثر تشددا ضدي، وده اذهلني، ومجدي عبد الغني ما كانش ليه موقف واضح، انا بكلمك بمنتهى الامانه، وايمن يونس انا جبت ايمن من بيته، قلت له ايمن انت معانا في المجموعه، لازم تبقى موجود معانا، لازم نادي الزمالك يكون ممثل في مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. وبقيت الف في مصر كلها، انا اللي بروح وانا اللي بتكلم وانا كلهم افاضل وكلهم كبار وكلهم لهم شعبيه وكل حاجه، لكن في الفتره الاولى دي في الدوره الاولى دي كلهم كانوا بعاد يا كابتن مصطفى. انت قلت النتيجه قبل ما تطلع لا دي المره الثانيه انا بكلمك على المره الاولانيه، تعبت جدا يوم ما رحنا طنطا انا وانت اخوك الله يفتح عليك يعني تعبت جدا يا كابتن جدا، وحاسس ان انا برضه كان المنافسين مع الكابتن سمير، بتتكلم في السيد هادي فهمي طبعا، وبتتكلم في اللواء حرب الدهشوري، وكان المفروض الكابتن عصام عبد المنعم داخل الانتخابات. ثم الانتخابات الثانيه انا ماليش في الانتخابات، وانا على الهوا اهو، انا الكابتن سمير وعدني بالتعيين عشان تبقى عارف، عشان برضه تبقى قصه التعيين دي اقولها لك بوضوح وفي مكتب المهندس حسن صار. انا مشكلتي ان انا دايما ابدا بتكلم بمنتهى الوضوح والصراحه، في مكتب المهندس حسن صار قال له انا عايز شوبير وعايز شاكر. بعد شويه انا حابب اجي بالانتخابات، قلت له كابتن سمير انا مش هتعين، قال لي مش هتعين، انا مش داخل معاك بالتعيين، انا حبا فيك وفي المجموعه دي لان انا عشرتكم فتره طويله انا مستمر معاكم النهايه. ورفعت السماعه للمهندس حسن صقر، قلت له يا باشمهندس انا بره القصه دي، انا بره التعيين بعد اذن حضرتك، لان احنا عندنا واحد من منظومه القوات المسلحه لابد انه يكون موجود، وده شرف وفخر، وعندنا احمد شاكر هو بيحب انه يبقى موجود في اتحاد الكوره، وانا ان شاء الله الانتخابات القادمه ابقى موجود في اتحاد المصري لكره القدم. ادي قصه التعيين. انا كنت يا كابتن مصطفى اروح المنيا، ده انت تقطع وعند البرنامج الساعه 6، البرنامج الساعه 6 على الهواء، اروح المنيا ويجيبوا لي عربيه في ملاوي، اطلع من المنيا قبلها بساعتين ونص، تخيل طايرين ازاي عشان اجي على الهواء. طبعا لازم ازعل يا كابتن مصطفى، يعني الناس بيقولوا انها مش والله ما قضيه شخصيه على بعدين انا ده انا رحت لك يا كابتن سمير بيتك، ده كانت يوميها خطوبه بنتي هند، خطوبه بنتي هند سبت الخطوبه وسبت الناس ورحت له ورحت، وبعدين وخير رمضان حي يرزق، واشهد ان دايما ما بتكلمش من غير شهود. كلمت مع الصديق العزيز خير رمضان، قلت له خيري حصل الغلطه كذا كذا النهارده، وبعد اذنك انا هعمل مداخله انا والكابتن سمير عندك، واتفقنا، والكابتن سمير قال له خلاص شوبير هيقول كده وانا هقول قبلنا الاعتذار وخلاص. اتفقنا على هذا الاتفاق، وانا قلت كده الكابتن سمير قال انا نفسي مفيش مشكله، بس لازم مجلس الاداره ومجلس الاداره ياخد القرار، واجتمعوا من حد ورفضوا القتل. من جوايا لازم اتذبح يعني. وبعدين كابتن مصطفى انا قعدت اسبوع أسوأ اسبوع في حياتي، انت عارف يا كابتن مصطفى كان بيقول لي ايه؟ ده مين قال ما تطلعش على الشاشه؟ ده مين؟ بقيت محتار مش عارف ده قرار. انا سمعت الكلام ده على فكره، سمعت مصر كلها سمعت الكلام ده كابتن. انا كنت افتح الجرايد كنت بقول لك قبل ما انا واحنا في الفاصل الصفحات الاولى 21 واحد يقول لك سنتين حبس ذا اند، ويطلع واحد زميلك في مجلس الشعب، زميلك قاعد جنبك قاعد في الكرسي اللي جنبك في مجلس الشعب، يقول لك مش عارف تجدير السلم والامن العام والعقوبه الحبس عامين والمش عارف ايه. تخيل يا كابتن سيبك مني انا جبل،
عندك زوجة وعندك أبناء وعندك أب وعندك إخوة وعندك ناس أنت مسؤول عنهم وعندك وبعدين إيه عارف يا كابتن لما يقول لك إيه شطب شوبير ماشي في داهية لكن أقسم لك بالله أنا أول مرة أقولها لك أنا قعدت يومين مستني الباب يخبط يقول لك تعالى أنت رايح لمحاكمة كذا ولا مش عارف عشان إيه يعني أقسم لك من الأسماء اللي من الضغوط لا من الأسماء اللي اتقالت لك فلان وفلان 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 بعد كده أكتشف أن كل ده لا أساس له من صنع الخيال والله يا كابتن لا لا أساس له من الصح أقول لك سر أنا قعدت مع الكابتن سمير مرتين الأولى مع سيف زاهر في أحد الفنادق الكبرى على النيل وقعدنا واتفقنا كنا يوم ثلاث قال يوم الخميس الموضوع كله منتهي خلاص يا أحمد الموضوع خلص خلاص تمام التمام يوم الخميس كان بيزود في البلاغ قعدنا تاني مرة يوم نهائي الكاس حرس الحدود هو اللي كلمني محمد المشطة هو اللي كلمني قال لي خد الكابتن سمير كلمت الكابتن سمير قال لي هنتقابل بعد المباراة رحت له مكتبه كنا يوم الاثنين قال لي أحمد اعتبر الموضوع ده تقفل تماما يوم الخميس كان يوم الثلاث بيدلي بأقواله عند النائب العام مش عايز نزعل على كابتن مصطفى كبشر كبني آدم هذه القصة عشان بس الناس تبقى بني آدم لأن أنا في النهاية أنا اقتنعت ومشيت وراك وساعدت يعني حاجات من جواك انا يعني اشتغلت معاه بمحبه غير عاديه واعترضت وانا في اتحاد الكوره وانا نائب رئيس اتحاد الكوره عندي حوار مع الزميل اسلام صادق بقول له تمام رؤساء بحكومه اتحاد الكوره وزعل جدا سمير زاهر وقلت له كذا كذا والهيكله والحواديت دي كلها انا بتكلم فيها وان انا بقول وكنت يعني اول ما مشيت بقت التعيينات تيجي وبقت المكافئات تيجي وبقت واعترضت على حاجات كتيره جدا وحاجات هل ينفع كابتن مصطفى وانا نائب رئيس اتحاد كوره يكتب رئيس مجله اتحاد الكوره ولا كل التقدير الى مزبله التاريخ يا شوبير وانا هو رئيس مجله اتحاد الكوره يا كابتن وبعد كده كابتن سمير يقول لي معلش ده انا النائب بتاعك يعني ما ينفعش يعني عارف حاجات انا ما بحبش اتكلم انا اول مره اتكلم وافتح قلبي كده بس انا انت خدتني الموضوع مهم يا ابو حميد وانا هاخد رايك فيه انا شايف من وجهه نظري الشخصيه اللي حصل معاك ده هو اللي بيحصل مع المهندس هاني بوريدا دلوقتي يعني حصل انشقاق بينهم الاثنين غير عادي كابتن انا الناس اللي دخلوا بينهم انا هقول لك حاجه وما تزعلش مني انا شفت المقدمه بتاعتك بالكامل لن تعود العلاقات بين هنا بريده وسمير زاهر حصل شرخ انا بص يا كابتن انا خلينا نوضح للناس برده المفروض المهندس هنا بريده يكون معانا على التليفون يعني انا كلمته وقلت له ارجوك تخش معانا انا عايز اتكلم على مصطفى فهمي هذا الاسم الكبير اللي راح مدير اداره المسابقات في الاتحاد الدولي وانا وعدت المهندس هاني هكلمه في النقطه دي حصل شرخ كبير جدا لانه هاني من وجهه نظره ووجهه نظر ايضا لم يخطئ في حق سمير زاهر خالص نهائي لحكم قضائي صفت. والحكم القضائي واجب النفاذ مثلما حدث وحصل سمير زاهر على حكم قضائي للعوده وهو واجب النفاذ اللي سمعته انه انا الحقيقه ما بتفرجش على برامج ما احبش اعصابي تثار يعني اللي سمعته انه الكابتن سمير قال انه هاني كان يتضامن معاه اقرب المقربين للكابتن سمير زاهر لم يتضامن معه لم يستقيل ان انا قلت من داخل الاتحاد فبالتالي هاني يستقيل ليه يعني وبعدين ده يعني مين اللي هيدير الاتحاد في غياب طب انا هسال حضرتك سؤال كلهم تضمنوا واستقالوا ما حسن صقر هيجيب اتحاد جديد بالظبط يعني مفيش مشكله هيدير الاتحاد هيجيب عصام عبد المنعم مع حفظ الالقاب هيجيب شوبير هيجيب مصطفى يونس هيجيب وليد دعبس هيجيب ناس كتيره جدا تدير الاتحاد وبمنتهى الكفاءه وبمنتهى القوه وبمنتهى النجاح يعني هي مش كيمياء فادي القصه وبعدين بسم الله ما شاء الله احنا عندنا الموصلاتيه جيدين جدا يا عيني فاكر مش عارف ايه موصل جاب للحراره دول اساتذه بقى وشغالين يا كابتن مواتير فاللي في النفوس اللي كمن في النفوس مش هيخلص لانه انا كان ليا دور في صلح سمير زاهر وهنا بريد قبل كده مش حضرتك تبقى عارف وعملتوا قعده وقعدتوا مع بعض يعني مفيش مشكله بس انا بقول لحضرتك بالعكس انه حتى المهندس هنا بريده وانا على فكره يعني ستظل علاقتي قائمه بالكابتن سمير بس من جوه المهدى كلنا لانه انا صعبان عليا هنا بريده الحقيقه صعبان علي نفسه بيقول لك انا عملت ايه ليه الهجوم وليه الناس وبعدين عايز اقول لك كابتن مصطفى يمكن الكلام ده بيزعل الناس في ناس محسوبين على هنا بريده وناس محسوبين على سمير زاهر ما بين رجال اعلام و فده بيسخن هنا وده بيشتغل هنا وده بيشتغل هنا بيشتغل هنا مشكلة. وبالتالي انا اعتقد ان احنا وصلنا النقطه الرجوع فيها صعب لانه انت تتذكر كمان انه هاني ابو ريده كان تقدم باستقاله وضغطنا كلنا عليه عشان يعود من جديد وعاد وكان استأنف نشاطه فانا حاسس انه في شرخ من الصعب انه نلتئم
حاسس اتحاد الكره الفتره اللي جايه هيبقى اداريا صعب جدا، لان انت بتتكلم في سمير زاهر، محمود طاهر، حازم الهواري جابها.